واحده من البارامترز مهمه جدا في الفيجن هي الفوكسنج ابيليتيز. طبعا كلنا عارفين ان في بعض الديفكتس او ديفيشنسيز اللي ممكن تكون موجوده عند يعني الناس عموما، زي مثلا نير سايتدنس اللي هي قصر النظر، الميوبيا، الفار سايتدنس اللي هي زي الهايبر هايبروبيا والبريسبيوبيا. الفرق بين دول، ده طول النظر العادي اللي هو بتاع الاشخاص العاديين، البريسبيوبيا ده طول النظر اللي هو عند الكبار السن اللي هو بيبقى محتاج نظاره قراءه مثلا. يعني دي جايه نتيجه للايجنج اساسا، مش جايه نتيجه لحاجه طبيعيه في دي نتيجه الادابتيشن بتاع اللينس نفسها. وفي طبعا استجماتيزم، بيبقى طبعا في irregularities في الشكل بتاع الاي بول نفسها، بحيث ان يبقى في صعوبه للفوكسنج على الاي بول نفسها. طبعا الحاجات دي كلها لها علاقه بان انا هل اقدر افوكس مظبوط على الريتنا ولا لا. طبعا الريتنا دي كل ما قدرت اعمل فوكسنج مظبوط، كل ما كان الاوبجكت ده يبقى شاربر، يعني اقدر اشوفه بشكل شارب، يعني اقدر اشوفه اذا كان جنبه حاجه يقدر اشوف الاثنين بشكل ديستينكت. انما لو كنت مثلا فار سايتد، بيبقى عاده الشكل بتاع الاي بول بتبقى حاجه بالشكل ده، يبقى معنى كده ان اللينس نفسها بتفوكس على حاجه ورا الريتنا. فمعنى كده لو بصيت هنا الاقي السبوت اللي كانت عباره عن نقطه بقت اكبر من نقطه، بقت حاجه كبيره بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده. عكس كده لو كنت نير سايتد، نير سايتد بيبقى شكل الاي بول بيبقى حاجه بالشكل ده كده، الفوكسنج بيتم الحاجه قبل الريتنا، في مكان قبل الريتنا. فبرضه نفس الكلام، بيبقى السبوت اللي موجود عندي بتبقى المشكله بتاعتها انها بتبقى برضه الى حد ما يعني كبيره، ما بقدرش اشوف الحاجات القريبه بشكل كويس. فعموما كل العيوب دي الحقيقه طبعا ممكن تاثر معايا لو انا عندي السبجكت بتاعي او اليوزر بتاع الجهاز بتاعي بيعاني من واحده من الحاجات دي، اكيد هتفرق معاه هو بيستعمل الجهاز. يعني في بعض الحاجات في الجهاز لازم ان هي تتعمل بشكل مختلف بحيث ان هي تاخد في اعتبارها الكيسز زي كده. فزي ما بقول، ده بيضطر الناس ان هي increase التكست سايز والايمج سايز ونعمل هاير كونتراست عشان ما يبقاش في عندنا تاثير جاي من الايه، من عيوب الابصار دي. اوكي، وده بنتكلم على ان يعني ناخده في اعتبارنا في الليبلز، يعني احنا حاطين ليبلز على المكنه، على الديسبلايز لو احنا عندنا شاشه وبنعرض عليها معلومات، لو احنا عندنا حتى ريتن دوكيومنتيشن، عندنا مثلا مانيوال او حاجه كده، برضو نفس الكلام لازم ناخد الكلام ده في اعتبارنا كويس قوي. ف في حاجه تانية بقى، هي موضوع الفيجوال اكوموديشن. ان انا دلوقتي يعني المفروض ان انا ادجست اللينس بتاعتي بتاعت الاي، او الاي لينس نفسها تبتدي تادجست علشان لو انا كنت بوصل حاجه بعيد وبعد كده حاجه بعد كده قريب. فالنقطه ان احنا لو احنا ما بنعملش الفيجوال اكوموديشن دوت، بيبقى عندي مشكله مثلا ان انا ممكن لو انا باصص لحاجه بعيده وبعد كده باصص لحاجه قريبه، ممكن يبقى عندي مشكله ان انا ادابت. ودي عاده بتظهر مثلا في البريسبيوبيا بالنسبه للناس اللي سنهم بيكبر شويه، بيبقى عنده مشكله ان هو الحاجه القريبه ما يقدرش يشوفها كويس. فدي برضو واحده من الحاجات اللي لازم ناخدها في اعتبارنا، ولازم نخلي حجم الكاركترز اللي احنا بنعرضها على الشاشه اللي بيبص عليها حد من مسافه قريبه يبقى كبير كفايه عشان حاجه زي البريسبيوبيا ما تاثرش عليه.